السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. لسه مكملين في رقم ثلاثة لحد ما أخلص، لحد أخلص رقم ثلاثة أقول لك دي نهاية رقم ثلاثة بإذن الله، عشان مش كل شوية نقعد نقول لسه مكملين في رقم ثلاثة. طيب هنشرح سلكتورين مهمين جدا، حاجة اسمها الروت وحاجة اسمها اللانجويج. طيب باختصار الروت معناها اساس الصفحه. طب واساس الصفحه اللي هو يعني التاج اللي شايل كل التاجات، فين التاج اللي شايل كل التاجات في ال HTML؟ طلع فوتني اللي هو الايه، ال HTML. تاج ال HTML معناها كاني كاتب تاج ال HTML بدليل، هاجي اقول له روت وادي باك جراوند، يبقى معناها ال HTML كل ال HTML يتلون، صفحه ال HTML كلها تلون. اهو اللون الاسود مثلا هشيل ده واروح للصفحه بتاعتي اعمل ريفرش، فعلا اللون كله بقى لون اسود. هاجي اغير اللون خليه ازرق مثلا، سيف واعمل ريفرش، كله فعلا بقى اللون الازرق. يبقى باختصار الروت تاج او قصدي السلكتور رسم روت معناها اكني كاتب اتش تي ام ال، سيف واعمل ريفرش نفس الفكره بالظبط. يبقى بدل ما اكتب الاتش تي ام ال بكتب اللي هي الروت، جذر الصفحه، اساس الصفحه يعني اللي هو الاتش تي ام ال. تمام جدا. طيب الاتريبيوت الثاني او السلكتور الثاني اللي اسمه لانجويج، يعني على سبيل المثال لو انا عامل باراجراف ومديله اتريبيوت اسمه لانجوج، واقول له اللانجوج دي مثلا الاي ان اللي هي الانجليش، وكتبت هنا حرف البي، واسيف واعمل ريفرش، ادي البي عندي اهو. وجيت هنا قلت اي اليمنت انا مديله اللانجوج بتاعته تكون اي ان، ايه اللي يحصل؟ يعمل لي الكلر بتاعه اللون الاخضر، اسيف واعمل ريفرش فعلا يتنفذ بقى اللون الاخضر. لانه راح دور هل في اي عنصر عندي مديله اتريبيوت اسمه اللانجوج والفاليو بتاعته ايه؟ اه موجوده فعلا. طب لو جت مثلا اي ار اللي هي العربي وعملت ريفرش ساعتها مش هيتنفذ، ليه؟ لان اللانجوج مكتوبه بالانجليزي، لان انا كاتب هنا الفاليو اي ان اللي هي انجلش، لكن هنا كاتب الاي ار اللي هي العربي، فساعتها مش هيشتغل. يبقى باختصار اللانجوج بتحب تشوف اي اتريبيوت عندك مديله انت القيمه اللي اسمها اي ان او اي ار اللي انت كاتبها هنا على حسب اللي انت كاتبها في الاتريبيوت بتاعك، سواء مديها للباراجراف، مديها للاتش تي ام ال، مديها لاي عنصر عندك. لو انا ما حددتش كده يبقى كل العناصر، لو انا حددت بقى قلت باراجراف او ايه او كده يبقى انا محدد عنصر باين. تمام جدا جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه